اهلا. صار لي فتره ادور فرائس طازجه اسويها ني سنين. من زمان البروتينات الثانيه غير الدجاج صاير صعب احصلها، بنفس الوقت ابي اعضاء مميزه زي الكلى والبنكرياس والرئه. تعبت ادور بهذا الخيار، في الاخير جاء على بالي حل شوي متهور، بس قلت اجربه واشوف، يعني المصلحة سنين قبل كل شيء، لأنه الأعضاء الباقية مرة مهمة لهم. الشيء اللي بسويه الحين، الآن بننطلق سفر المزرعة في أحد المحافظات، لأن اتفقت معهم يذبحوا لي بط ويبقون كل الأحشاء بس يشيلون الأمعاء والريش. فبتكون هذه أول تجربة إني بشرح بطة كاملة عشان أطلع منها الطحال والأشياء الأحشاء اللي مهمة لسنونين وفيها فوائد مو موجودة بس بالقلوب والكبد، اللي يسمونها second secreting organs، اللي هي تسوي السوائل بالجسم. لعلها خطوة إن شاء الله موفقة، لأن أبيهم يأخذون فيتامينات من مصادر طبيعية أكثر من أنهم يأخذونها من فيتامينات المصنعة اللي أعطيهم. مرة توتر، ما أدري شلون بشرحها، ونفس الوقت نمسك خط سفر عشانكم. عكيبة، يلا باخذكم معنا في هذه الرحلة، إن شاء الله تستفيدون، إن شاء الله بعدين تصير تتوفر أصلا هنا، مو لازم نمسك الآخر. الحين بننطلق، الله يسهل. الحين بنبدأ نمسك خط إن شاء الله. واخذنا هذه فيها ثلج عشان نحط البط على طول، وأكياس احتياط لو صارت تنقط أو شيء. أنا ما أدري وش جودة البط ولا شكله ولا وش بيصير شكله بعد الذبح والنت، كل الاحتياطات واجب. أخذنا شوي دراي فود لو شفنا أحد على الطريق. قربنا من المزرعة، وصلنا قاعدين ننتظره. يا رجال الحين بمسكها، إذا دافع يعني طازجة صدق، حتى الرجل موجودة، الراس في طريق العودة إن شاء الله. السيارات في الطرقات والشوارع، وسحائب الدخان من مداخن المصانع، ليس المكان الرائع المناسب فزارع لتحيا في مكانك الطبيعي في الأدغال. مكانك الحقيقي يا صديقي يا رفيقي ليس في المدينة إنما هناك في الأدغال. وصلنا الحمد لله. تونا جايين، حطيتها كذا وهي دافية ما زالت إلى الآن، بشوف ردة فعلهم. شوف ردة فعلهم الحين، بطة كاملة بس الريش هو اللي راح، ممكن أبقي شوي ريش المرة الجاية أو شيء. شكلهم مشتهين بس مو بعارفين شلون ياكلونها. خلاص بنروح ننظفها الحين. البطة اول ما بديت اقطعها كانت مرة دافية، يوم فتحت البطن طلعت ريحة زي ريحة الخرفان بعيد الأضحى. أول شي فصلتها نصفين، كل فخذ وصدر بنصف عشان أقدر أتفرغ للأعضاء، واحتفظنا بالأصابع لأنها مفيدة للأسنان. ووجدنا شوي صعوبة في التعرف على الأحشاء بالضبط ووين أماكنها، لأنها أول تجربة تشريح لنا. زي ما تشوفون في أعضاء مثل رأس البطة ورقبة البطة كبيرة على القطط، بس لو عندنا كلب كبير تناسبه ونعطيه إياها بمراقبة بيكون كويس. وهنا فصلنا الأعضاء اللي بنرميها ما تصلح نقدمها، والأعضاء اللي بنقدمها لهم.
أساس أشوف إيش سويت عشانكم. إيش سويت عشانكم؟ إيش سويت عشانكم كيبة؟